طيب نروح مع حضراتكم لقصة تانية، والحقيقة هي قصة كلها أمل، وإحنا كلنا محتاجين نشوف الأمل ده الأيام دي. لما تتوفر العين الخبيرة اللي تقدر إنها تفرز المواهب وتكتشف المواهب اللي بتبقى موجودة الحقيقة كتير في بلدنا، لكن ما بتبقاش واخدة حقها وما بتظهرش، لأنه ما بتبقاش لاقية فرصة حقيقية. كتير من المواهب الموجودة على أرض مصر ما بتبقاش لاقية فرصة حقيقية للظهور، وعلشان كده بنسعد بكل البرامج اللي بتكتشف المواهب دي. خلينا أكلم حضراتكم عن بطل قصتنا النهاردة، اسمه باشا محمد باشا، وهو كان بيلعب في دوري مراكز الشباب من فريق مركز شباب كوم الضبع في إنا، وانضم مؤخرا لنادي الألومنيوم بالدرجة الثانية. المفاجأة أنه باشا انضم للمنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفني البرازيلي ميكالي في مبارتين روسيا الوديتين. بكده هو بيعتبر أول لاعب بينضم من مركز شباب يدخل على المنتخب الأولمبي لكرة القدم. باشا محمد باشا هو مواليد 2001، وهو صعد من دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة واللي كانت بتنظم وزارة الشباب والرياضة. صورة باشا هي مع حضراتكم علشان نحفظ النجوم الجداد اللي بيطلوا علينا، والحقيقة ده مهم جدا ان احنا نشوف ابطال جدد يطلعوا من كل مكان في مصر، لانه بلدنا مليانة مواهب، واحنا دايما بنسعد انه نكتشف هذه المواهب ويطلقت كده زي ما بيقولوا، يروح للمنتخب الأولمبي ويشارك على طول مع المنتخب الأولمبي. دلوقتي معانا على التليفون باشا محمد باشا، لاعب منتخب مصر الأولمبي. مساء الخير ومبروك انضمامك للمنتخب، واحكي لي بقى انت، عايز اسمع منك قصة انضمامك للمنتخب. اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل، واهلا بكل أسرة برنامج التاسعة. اهلا بيك، مساء الخير. في البداية الحمد لله على اختياري وتواجدي في أول معسكر دولي مع منتخب مصر الأولمبي، وبإذن الله خطوة هبني عليها لقدام، يعني مش نهاية بالنسبة لي، دي بداية لحاجات كتير قدام. في البداية أنا حابب أشكر أبويا وأمي وأهلي لأنهم تعبوا معايا جدا، وحابب أشكر السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب على دعمه لجميع المواهب المصرية ودعمه لمراكز الشباب اللي هي بتخدم الأقاليم وكل اللاعبين، يعني اللي هم مش بتتاح لهم الفرصه انهم يلعبوا في انديه. باشا انا عايز اسالك عن مركز الشباب اللي كنت بتتدرب فيه في كوم الضبع في قنا، مركز الشباب كانت امكانياته ايه؟ وازاي قدر انه يؤهل لاعب ينضم لمنتخب مصر الاولمبي؟ والله هو دوري مركز الشباب اللي عايز اقوله انه دوري قوي جدا وفيه مواهب كتير جدا. الدوري ده ساهم بشكل كبير جدا في ان انا اظهر مع منتخب مصر الاولمبي في معسكر دولي زي كده، مع مصرين دوليين مع منتخب روسيا، واظهر بالشكل الكويس ده. فانا اللي عاوز اوصله للناس ان دوري مراكز الشباب ده مشروع ناجح، وده هو اللي ساعدني ان انا اظهر مع منتخب مصر الاولمبي. وانا حابب اشكر السيد الدكتور اشرف صبحي مره ثانيه على المشروع ده وعلى دعمه لمراكز الشباب ولاعيبه الاقاليم والصعيد. طب انا عايز اعرف الاجواء كانت ايه لما تم تبليغك انك هتلعب مع منتخب مصر الاولمبي، ومين اللي بلغك، وردود فعل اهلك وانت لسه كنت بتشكر والدك ووالدتك على تنشئتهم الرياضيه ليك، وعايز اعرف بتلعب كره من وانت عندك كام سنه؟ والله انا بلعب كره من زمان، يعني من وانا عندي 12 سنه. بدايتي كانت في نادي الشعب بخوص، وبعدين في نادي الالومنيوم حاليا يعني في دوري ممتاز به، وايضا بلعب في دوري مراكز الشباب، يعني بقالي اربع نسخ متتاليين بشارك مع نادي مركز شباب كوم الضبع، والحمد لله يعني دايما بناخد اول محافظه وبنوصل النهائيات يعني، والحمد لله. وحسيت بفرق في التدريبات مع المنتخب الاولمبي عن نادي الالومنيوم، او كمان عن تدريبك في مركز الشباب في كوم الضبع في قنا؟ مش سامع كويس. شكل التدريبات ازاي مع منتخب مصر الاولمبي، واختلاف التدريبات عن اللي كان بيحصل قبل كده في نادي الالومنيوم او كمان في كوم الضبع في قنا في مركز الشباب؟ والله هو نادي الالومنيوم نادي كبير طبعا، ومركز شباب كوم الضبع مركز شباب محترم، لكن طبعا بيكون في اختلاف، ده منتخب مصر، ده احسن حاجه في مصر يعني، فاي حد بيتشرف انه يمثل منتخب مصر، ودي حاجه كبيره خالص بالنسبه لي، وان انا اروحها من دوري القسم الثاني دي حاجة كبيرة جدا يعني. فأنا بتشرف إن أنا من أحد إفرازات دوري مراكز الشباب، وأحب أقول لأي حد يعني من لعيبة الأقاليم، من اللاعيبة اللي مش لاقية فرصة في أندية في بتاع،
دوري مراكز الشباب فرصة كويسة جدا في انك تظهر وتمثل كمان منتخب بلدك، مش بعيد. اتعب واشتغل على نفسك وهتوصل، هتوصل بإذن كان الله. عندك الامل ده وانت بتلعب داخل مركز الشباب؟ كنت حاسس انه ده هيحصل؟ كنت يعني شايف انه الفرصة جاية، المهم ان انا العب بشكل كويس؟ والله انا دايما يعني من صغري مقتنع ان انا طول ما انا بتعب وبجتهد اكيد ربنا هيكرمني على تعبي ده. جايز مش دلوقتي لكن بعدين، فانا بشتغل وبتعب واكيد ربنا يعني هيرضين على تعبي. بتحلم بايه يا باشا؟ عايز اعرف خططك ايه في الكوره. بحلم ان انا احترف بره مصر في احد الفرق الاوروبيه. نفسك تحترف فين؟ ممكن تغير مكانك او ترجع لنفس المكان اللي كنت بتكلمنا منه عشان الصوت كده مش واضح. كده كويس؟ اه كده سامعاك. بسألك عن اي نادي بتحلم تحترف فيه؟ المهم احتراف في ان انا اشارك بشكل اساسي وكل الفرق الاوروبيه يعني دوري، كل الدوريات الاوروبيه يعني دوري يختلف خالص عن الدوريات المحليه. صحيح، بنحلم نشوفك زي مو صلاح ويبقى عندنا 1000 مو صلاح. احنا بنشكرك شكرا جزيلا باشا محمد باشا، لاعب منتخب مصر الاولمبي، الف مبروك انضمامك للمنتخب الاولمبي. ومساله البحث عن المواهب دي مساله مهمه جدا، لانه ناس كتير لما تسافر بره وخصوصا الكوره لغه الكل بيفهمها، لما تروح الصين والناس هناك معتزين جدا بلغتهم، بيفهموا لغتهم بس. ولسه ده كان حديث بيني وبين حد من زمايلي كان في الصين، بيقول لي انا قعدت اقول لهم انا من مصر بلغه الاشاره، بيتكلموا بلغه الاشاره، بلد الاهرامات. بعد شويه الراجل قال له من عند مو صلاح، فبقت كلمه السر عن مصر مو صلاح. وده الحقيقه لانها لغه سهله ولغه الناس بتعشقها وهي كره القدم. فنتمنى نشوف 1000 مو صلاح يخرج من مصر يمثلنا هذا التمثيل المشرف. ودي احلام، والاحلام بتتحقق بالعمل والجهود اللي بتتعمل علشان اكتشاف هذه المواهب. فبنشكر كل القائمين داخل وزاره الشباب والرياضه على كل هذه الجهود اللي بتبذل داخل مراكز الشباب.